بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 24/8/2020 من مجزر البساتين، وبالإشراف على مشروع لحوم صكوك الأضاحي، تم تحميل عدد 3 سيارات بحمولة 3 أطنان لكل سيارة، متجهة إلى محافظة البحيرة 3 أطنان، محافظة المنوفية 3 أطنان، محافظة الإسماعيلية 3 أطنان، ومع كل سيارة مفتش عام من وزارة الأوقاف، وذلك تسليمها إلى وكيل الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسر عبد الحميد موسى، سائق ثالث لدى الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين، متجه إلى محافظة الإسماعيلية بحمولة 3 طن لحوم صكوك الأضاحي. 24 مصعب فتاح حليم تبع وزارة التموين الشركة العامة، محمل 3 طن، مديريتها واقف المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 24/8/2020 مع 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، متجه بيوم إلى مديرية أوقاف البحيرة.